نحن متخلفون جدا إذا أردنا أن نتحدث عن السياق الإنساني وسياق القيم التي يمكن أن يبشر بها عالميا. نحن غارقون في التخلف. نتحدث عن العرب المسلمين اليوم غارقون ولا واحد يناقشني. أنا الآن متعصب. أيوه ما تناقشنيش. أمة يذبح بعضها بعضا، يقتل بعضها بعضا. يحتاج ليقتل فيها شخص إلى ألف شخص يأتون ليذبحوه، ألف شخص ليذبحوا شخصا واحدا. لا 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 لا. هذه أمة يمكن أن تتحدث عن قيم تبشر بها على مستوى كوني. دعونا من هذه البهرجة ومن هذه العجرفة ومن هذا التزييف. واجهوا، جابهوا الحقائق أيها الإخوة. جادلوها بشجاعة، بشجاعة، بصدق، بعيدا عن كل ألوان الزيف